والحديث ده فيه تهديد عجيب، فيه وعيد عجيب. خلاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي قذف. القذف ده حجارة من السماء تقع على الناس. سيكون في أمتي، ده ما في أمة تانية، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. سيكون في أمتي قذف من السماء ومسخ. المسخ يتمسخ الإنسان لحيوان آخر، كويس؟ ومسخ وخسف. الخسف ده ليتعب، حتى جاءت في بعض الروايات يقال خسف اليوم ببني فلان. الناس بتونسوا عادي، يقول لك تخيل لنا في المايقومة حفلة شغالة كلها جوا، خسف اليوم ببني فلان، كويس؟ قال يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف. قيل متى يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت المعازف وكثرت القيان. القيان جمع قينة، والقينة المرأة المغنية. قال إذا ظهرت القيان. الآن في حي ما فيه؟ في أي مكان، بس القاسية الناس المغرب جه طوال الحفلة تبدأ وجيبوا لهم فنانات. أنا ما عارف ده شنو ده. السيدة لو حلال عليك، أنا بسمع لناس زي ديل، قول حلال. واحدة شغالة بتغني المزاد في بحري والشعبية يا وين، والغرابة وين، والجعلين وين يا ناس. السيدة لو حلال بسمع لي ده فوضى، فوضى وسذاجة غريبة جدا. ده شنو ده يا أخي ده؟ الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، عباد الله، إن الله تبارك وتعالى خلق العباد والخلق جميعا لعبادته، فقال في سورة الزاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأرسل لهم رسلا يعلموهم العبادة، فقال في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن الناس من آمن ومنهم من كفر. قال سبحانه في سورة التغابن: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. أما الكافر فحياته حياة فوضوية لا خطام لها ولا زمام. قال سبحانه وتعالى في سورة محمد: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أما المسلم فحياته مضبوطة بالشريعة، مستقيمة على الكتاب والسنة، لا يقول ما يشاء ولا يسمع ما يشاء ولا يأكل كل ما يريد، إنما لكل شيء ضابط في الشريعة الإسلامية. ولذلك أنت كمسلم لا تعيش كما تشاء، إنما خلقت لتعبد، وقيدت لك الأمور. قال سبحانه في سورة الأنعام: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فمن الأشياء ما هو حلال ومنها ما هو حرام، وما اختلف فيه الناس في حله وحرمته المرجع إلى الله ورسوله. قال سبحانه في سورة الشورى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قال سبحانه في سورة النساء: فإن تنازعتم في شيء
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بدأت بهذه المقدمة لأصل إلى أن من المحرمات منها ما هو مسموع، فليس للإنسان أن يسمع كل شيء، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت كعبد مسؤول عن كلامك، مسؤول عن طعامك، مسؤول عن سماعك. قال سبحانه في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ومما يحرم سماعه آلات الطرب واللهو والغناء، هذا محرم في الشريعة الإسلامية. كثير من الناس يقول لك بجوز وما في حاجة، وسمعنا علماء قالوا كما قدمنا الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. إذن حكم الغنى وآلات الطرب واللهو في الشريعة الإسلامية الحكم الآتي: حرام الاستماع إلى آلات الطرب واللهو والأغاني. الدليل على ذلك من القرآن، دليل الأول الآية 6 من سورة لقمان، قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. طيب ما هو لهو الحديث؟ عند الطبري في التفسير، والطبري من السلف المتقدمين، توفي سنة 310 من القرون المفضلة، الطبري ينقل تفسير الصحابة لهذه الآية. لهو الحديث، قال ابن عباس: الغناء ونحوه. قال ابن مسعود: والله الذي لا إله غيره إنه الغناء، قالها 3 مرات ابن مسعود. يوم من الأيام بناقش في ولد شاب قدرنا كده، قلت له الغناء محرم بالآية دي، والآية دي فسروها الصحابة ابن مسعود وابن عباس. قال لي ابن مسعود وابن عباس: دير رجال ونحن رجال. وطبعا سامع بالمقولة دي وما عارف يقولها وين ذاته، شعبي مسكين. قلت له: والله الصحابة دير رجال، لكن انت ما ظنك تاخد نفسك مع الصحابة؟ سبحان الله، الصحابة رضي الله عنهم ومن حمل عنهم العلم كمجاهد ابن جبر والضحاك ابن مزاحم وعكرمة من تلاميذ ابن عباس من التابعين، فسروا هذا التفسير. وعلى هذا التفسير جماهير المفسرين وعامة أهل العلم المقتدى بهم في الدين. قال تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري، لأن المغنية كانت تشترى زمان، بيشتروا المغنية ذاتها. الآن أنت ما بتقدر تشتريها، هي بتشتريك، الفنانة تشتريك هي. الآن محترمات، ويكتب عنا في وسائل الإعلام، وتعقد برامج في تلفزيون راديو غيره للترويج لمغنية أو لفاجرة أو لفاسقة. على كل، زمان تشترى المغنية. لذلك جاء في المسند عن أبي أمامة الباهلي قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا التجارة فيهن وثمنهن حرام. وفي ذلك نزلت الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، الآية من سورة لقمان. الدليل الثاني
قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة النجم: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوه. أنتم سامدون، قال ابن عباس بلغة أهل اليمن بالحميرية سمد غنى، وأسمد لنا أي غن لنا، وأنتم سامدون أي أنتم مغنون. كان المشركون لما يريدوا أن يصدوا الناس عن القرآن يغنوا، يعملوا آلات الطرب يغنوا ليصدوا الناس عن القرآن، فنزلت الآيات وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوه. دليل الثالث من القرآن في سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء، قال تبارك وتعالى عن الشيطان: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. بصوتك، قال ابن عباس رضي الله عنه: بصوتك له. قال مجاهد بن جبر: هو الغناء. وابن عباس يقول: كل دعوة إلى البدعة أو إلى الباطل من اللهو أو من صوت الشيطان. هذه ثلاثة أدلة من القرآن. أما من السنة ما رواه الإمام البخاري إمام المحدثين، روى الحديث معلقا بصيغة الجزم كما قال ابن تيمية، جازما به مستدلا به كما قال ذلك ابن تيمية في كتابه إبطال الحيل. قال البخاري من رواية هشام بن عمار إلى الصحابي الجليل عن أبي عامر أو أبي مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون، يستحلون. والشيء أخواننا لما يقال يستحل إذن هو حرام. يستحلون الخمر، الحرى، الحرى معناه الزنا، والخمر والميسر، وتضرب على رؤوسهم إلى آخر الرواية، والمعازف، يعني يستحلون المعازف. قال الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء المجلد 21 الصفحة 158، قال: والمعازف هي لفظة تطلق على جميع آلات الطرب. أي آلة من آلات الطرب تدخل في لفظة المعازف. طيب، هذا الحديث بعض أهل العلم قالوا إنه ما يحرم المعازف أو الغنى، ما يحرم إلا لو اجتمعت معه الخمر والحر الزنا وكذا. لا، لأنه يلزم من ده إنه الزنا ما يحرم إلا إذا اجتمعت معه المعازف والخمر. قالوا الزنا حرم بأدلة أخرى، نقول أيضا الغناء حرم بهذا وبأدلة أخرى يأتي نقلها إن شاء الله تعالى. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني ما رواه الإمام ضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة والبزار في المسند، وصحح أو وثق رجاله الهيثمي في مجمع الزوائد، وكذلك المنذري في الترغيب والترهيب، ما جاء من رواية أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، صوت عند نعمة وذا الغناء، وصوت أو مزمار عند مصيبة أو رن عند مصيبة. ولهذا الحديث شاهد رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان، وكذلك رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البكاء، يعني على الميت، سئل عن البكاء قال: إني لم أنه عن البكاء، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت مزمار لعب وله، ومزمار الشيطان
وصوت عند نغمة، لطم وجوه وشق جيوب ودعوى الجاهلية، هذه كلها من المحرمات حرم النبي عليه الصلاة والسلام بالنص. أيضا الدليل الثالث أو الرابع من السنة ما رواه الإمام أبو داود في المسند في السنن، وأحمد في المسند، والطبراني أيضا والبيهقي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بالنص عديل. شما يجوز لغالي الطاني يقول لك أفتانا فلان وشيخنا القرضاوي قال وشيخنا منو قال؟ يا ترى أنا بقول لك الرسول قال. القرضاوي بتاع شنو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم الخمر والميسر، الميسر معروف ده القمار، والميسر والكوبة، الكوبة دي آلات الطرب، قال والكوبة وكل مسكر حرام. الحديث حسن بمجموع طرقه، حسن الألباني في تحريم آلات الطرب، وله شاهد من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه عنهما رواه أبو داود في المسند أبو داود في السنن وأحمد في المسند والطحاوي كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء. الغبيراء دي الخمرة اللي بيعملوها من الزرع بدارجيتنا احنا اسمها المريسة، دي هزاتها مريسة حرام، كوبة آلات الطرب حرام، الخمر عموما حرام، كويس، الحرى كلها دي من المحرمات بالنص بنص الحديث. أيضا جاء في سنن الترمذي وعند ابن أبي الدنيا في تحريم أو في تحريم آلات الملاهي، في ذم الملاهي، من رواية عمران بن حسين، والحديث ده فيه تهديد عجيب، فيه وعيد عجيب خلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي قذف، القذف ده حجارة من السماء بتقع على الناس، سيكون في أمتي، ده ما في أمة تانية، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون في أمتي قذف من السماء ومسخ، المسخ يتمسخ الإنسان لحيوان آخر، كويس، ومسخ وخسف، الخسف ده يتعب، حتى جاءت في بعض الروايات يقال: خسف اليوم ببني فلان. الناس بتونسوا عادي، يقول لك تخيل الليلة في المايقومة حفلة شغالة كلها جوه، خسف اليوم ببني فلان، كويس، قال: يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف، قيل: متى يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف وكثرت القيان. القيان جمع قينة، والقينة المرأة المغنية. قال: إذا ظهرت القيان. الآن في حي ما فيه في أي مكان، بس القاسية الناس المغرب جه طوال الحفلة تبدأ وجيبوا لهم فنانات، أنا ما عارف ده شنو ده، السيدة لو حلال عليك، أنا بسمع لناس زي ديل، قول حلال، واحدة شغالة بتغني المزاد في بحري والشعبية يا وين والغرابة وين والجعلين وين يا ناس، أصلا حلال بسمع لي ده، فوضى فوضى وسذاجة غريبة جدا، ده شنو ده يا أخي ده؟ قال: إذا ظهرت القيان وشربت الخمور. الآن الخمور بأنواع، خمور أجنبية وخمور محلية، ده يزور راغب تشرب خمور أجنبية، تشرب ويسكي وبتاع بيبيعوها لك ديك في قزاز كده ظريف، دائرة الخمر البيجاي دي المليانة سفنجات وعواليق ودي، أمشي أشرب خمرة دي. ظهرت الخمور وظهرت القيان والغناء الفاحش والبذيء، كل ده موجود في مجتمعنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون خسف ومسخ وقذف. سبحان الله. لذلك أجمع الأئمة الأربعة على حرمة الغناء،
كل الأئمة الأربعة. أما الإمام أبو حنيفة قال: من استمع إلى الغناء فاستماعه حرام، ومن تلذذ بالغناء فهو كافر، يعني بذلك كفر النعمة كما هو مشهور عنه. الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة سئل كما نقل ابن الجوزي في تلبيس إبليس عن ما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء، قال الإمام مالك: إنما يفعله عندنا الفساق. ده زمن الإمام مالك، والغنى بتاعهم تقالوا زي ده، الغناء ذاته ما زي ده. يا أخي سبحان الله، سيدة عائشة رضي الله عنها سمعت رجلا يقرأ شعرا، ما غنى، شعر بيقرأ فيه، فقام بيجي يتحرك مع الغنى مع الشعر كده بيحرك في راسه. سيدة عائشة قال: الشيطان أخرجوه أخرجوه، ده شيطان، ده غنى بحرك معه راسه. تعالوا شوف الجماعة البجاي ديل، سيدة عائشة لو شافت البهينة ديل تقول شنو؟ يا ناس يا أخي ما ممكن يخرج الإنسان عن طوره فيصير كالبهيمة والحيوان، ما ممكن يا أخي، سبحان الله. الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: الغناء ينبت النفاق في القلب فلا يعجبني. وابن الجوزي نقل عنه قال: كان الإمام أحمد ينهى عنه رحمه الله تعالى. وكذلك الإمام الشافعي نقل نوع من أنواع الغناء، وده الآن اللي بيسموه مديح وبيعتبروا دين، وده بجيبه بعد شوية كويس. الإمام الشافعي قال: تركت في بغداد شيئا يسمى التغبير، أحدثته الزنادقة ليصدوا به الناس عن القرآن. شوف يتكلم عنه كيف الإمام الشافعي، بس يجيك واحد يقول لك: أنا شافعي وأنا مالكي وشيوع. يا أخي ذي الأئمة الإسلام الأربعة جمهور العلماء بالمناسبة على إنه المغني فاسق ترد شهادته. يعني لو جاء واحد بيشهد أنت منو؟ أنا فلان بتاع العود، أنت وعودك برا، ما بتقبل شهادته. ابن الجوزي نقل عن الحنابلة في تلبيس إبليس قال: وترد عند الحنابلة شهادة المغني والرقاص. مغني ما عنده شهادة، أنا ما بغني برقص صاي، برضو ما بترد شهادة. عند الإمام الشافعي لا تقبل شهادة المغني، مش المغني. الإمام الشافعي نص كما نقل عنه أبو الطيب الطبري، نص على أن من أدمن سماع الغناء ردت شهادته. ده لا بغني لا برقص، بس بيسمع كثير ترد شهادته. هذا عند أئمة الإسلام وأئمة الدنيا المقتدى بهم. وبعد ذلك جاء من جاء من الناس وحاول أن يستدل على إباحة الغناء، ولا دليل في الشريعة الإسلامية على إباحة الغناء والملاهي كما نهى عن ذلك رسولنا عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، مما يترخص فيه من أمر الغناء الغناء للجواري الصغار في وقت العيد والعرس. والدليل على ذلك ما جاء في البخاري أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل على عائشة في بيتها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد عندها جاريتين تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث. والغناء ذات، شوف كلماتهم كيف: أتيناكم أتيتوا فحيونا نحييكم، كلام طيب ذاته. وده خاص بالجوار في وقت العرس. والدليل على الخصوصية أن أبو بكر الصديق لما دخل قال: أمزمار الشيطان أو مزمور الشيطان في بيت رسول الله؟ أنكر على الجاريتين. النبي صلى الله عليه وسلم كان متغطي، فقال: يا أبا بكر دعهما، فإن هذا يوم عيد. العلماء أخذوا منا ضابط إنه إنكار أبو بكر الصديق على الجاريتين وتسمية هذا الغناء بمزمور الشيطان
يدل على انه ده ما فهمه من النبي عليه الصلاه والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم ما انكر عليه، ما قال له ده ما مزمور الشيطان، لا، ولا قال له انه الغناء اصلا بجوز يا ابو بكر الصديق، انت جبت التحريم من وين؟ لا، اقره على ان هذا مزمور الشيطان والغناء محرم، لكن ترخص للجاريتين في وقت العرس او العيد. وبعض اهل العلم قاس على الجاريه المرأة وقالوا يجوز للمرأة في العيد وفي العرس وفي استقبال الغائب، بعضهم قال استقبال الغائب، وإن كان الشيخ الألباني يخص هذه بالغائب كرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لا يزول ثاني، دي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. كويس، العرس والعيد للنساء للجوارح. أسا واحد يستدل لك يقول لك حديث الجاريتين، ودعهما يا أبا بكر إن هاتان جاريتان. كويس، اها، وده تستدل على منه؟ تلقى جايب له فنان صلعته لهنا يقول لك حديث الجاريتين. طيب ده جاريه يا ناس، هل ما يجوز للجاريه يجوز للرجال؟ ما ممكن يكون ده جاريه وصلعته كده لهنا، ما ممكن ابدا. ما يجوز للجواري لا يجوز للرجال ابدا، ولذلك هذا الحديث خاص بالجواري في وقت العيد او في وقت العرس والفرح، ويكونوا براهم ما يلموا الرجال، وتلقى واحد بيرقص في النص تساله يقول لك اي ما جواري، انت دخلك شنو؟ الراجل ما عندك علاقه، هذا خاص بالنساء في وقت هذه الافراح. طيب، وكذلك يباح منه ما كان بالصوت العادي دون ترنيم، ما في آلة، لا كمانجة لا غير اي شيء، ما في اي آلة من الآلات، بالصوت العادي كحداء السفر. زول مسافر بيركب الإبل، الإبل بتمشي أسرع، لو قالوا لي أبيات من الشعر على نظم الحداء، لكن ليس فيه ما يخل بالمروءة ويخرج الإنسان عن طوره، إنما هي أبيات من الشعر تلقى على سجية العرب، هذا ليس فيه إشكال وليس فيه مانع، أما دخلت فيه الموسيقى حرام. بالنسبة للنساء الدف فقط، الدف اللي هو خشبة وعلى جلده، دل بجوز، اما الطبل ما يجوز. كويس، ولا الدلوكه دي ما دف، ناس يقول لك دي الدلوكه، لا ما دف، الدف ده براء وصوته ما عالي، الدلوكه دي بتلم الحله كلها، صوته ما عالي، دف صغير، هذا يجوز للنساء في كما ذكرنا في العيد وفي العرس. اما ان يتخذ الغنى وآلات الطرب تتخذ دينا وعبادة، ده أسوأ من الفاد ده كله، ما يسمى الآن بالأناشيد الإسلامية وأناشيد الصحوة وأناشيد الجهاد وأناشيد غيره، هذه الأناشيد والمنظومات الملحنة بالموسيقى حرام، ومش أن سميتها إسلامية بقت حلال، ما ديل بيسموا ساي يقول لك إسلامي، نشيد إسلامي، حفلة إسلامية، اختلاط إسلامي، أي شيء إسلامي، بنكي إسلامي، وتلقريبه كله. شوف الشيء كونه يسمى إسلامي ما معنى حلال أبدا، الحلال ما حله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أناشيد إسلامية، وأسوأ من ذلك المدايح، لأن المدايح جمعت بين الغلو الشركي وبين الموسيقى، يقول لك مديح المصطفى. كويس، النبي صلى الله عليه وسلم تمدحه بالحرام، مديح النبي صلى الله عليه وسلم ويجيب لك قصائد ويبدالك بالرسول ويتمها بالشيوخ بتاعنه، شيخنا فعل وشيخنا طلع ونزل وطار في السماء ومرق من الغبر ورجع تاني وغيره من الاباطيل. لو الموسيقى حلال الكلام ده حلال اللي بيقولوا ده، كله ما يجوز، ويكون ظلمه فوق ظلمه لما يكون بالموسيقى والكلام في حد ذاته من المحرمات. لذلك عباد الله، الانسان يطهر سمعه عن الحرام، فأنت مسؤول عما تسمع يوم القيامة، تسأل عما تسمع، الأمر ما سدى يا أخي. الآن مع ثورتي، وسبحان الله ممكن تقول ثورة تحت الجلاكسي في السودان أو الموبايلات المتطورة دي، الآن صار ما من شاب من الشباب بلغ 15 من عمره إلا وله جوال مركب السماعات بتاعته وبيسمع أغاني، ده غير الأشياء الثانية
من الفواحش والأشياء الخطيرة اللي بيسمع وبشاهد فيها الشباب الآن. ونحن سبحان الله كأولياء أمور بس نشتري الموبايل ونجيب له السماعة ونديه ونطلق له العنان فيفعل ما يشاء فيفسد. أنت مسؤول يا ولي الأمر، مسؤول عن هؤلاء الشباب. أنت بتشتري له موبايل ويقعد في غرفة براو بيسمع في شنو؟ بيسمع لمن؟ يتلقى عن من؟ يا ناس هذه مسؤولية أمام الله تبارك وتعالى. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. لذلك عباد الله الحذر الحذر، والتقوى التقوى، والورع إنسان يزكي سمعه ويزكي بصره عن كل ما يحرم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالعفة والعفاف والطهارة والنقاء، وأن يعلمنا علما نافعا ويرزقنا يقينا خالصا. اللهم لا تفرغنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور. اهدنا يا ربنا، اللهم اجمع أمرنا على الخير والسنة وعلى التقى. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم وفق حكام البلاد لما تحبه وترضاه، واجعل لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. وصلي اللهم وسلم على رسول الله.